كان افراد الكتيبه الاقليميه للدرك الوطني باورلات من حجز ما يفوق 2 كيلوغرام من ماده بيضاء كوكايين، وكذا اكثر من 1200 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغرام، وتوقيف 4 اشخاص مشتبه فيهم تتراوح اعمارهم ما بين 27 و 32 سنه. العمليه تمت بعد ورود معلومات تفيد بنقل كميه من المخدرات الصلبه كوكايين على متن وسائل النقل العمومي القادمه من الولايات الجنوبيه المجاوره، اين تم وضع سد مدعم على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولايتي بسكرة والمغير لتفتيش الحافلات القادمة باتجاه ولاية بسكرة. وعند مراقبة وتفتيش إحدى الحافلات ظهر التوتر على أحد الركاب الذي كان يحمل حقيبة الظهر، بعد تقييد حركته وتفتيش الحقيبة تم العثور بداخلها على أكثر من 2 كيلوغرام من مادة بيضاء كوكايين، وبالتنسيق مع فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببسكرة التي بشرت تحقيق، واستغلالا للموقوف ونتائج تقارير خلية محقق تكنولوجيا الإعلام والاتصال التابعة للمجموعة، تم تحديد هوية مشتبه فيهما آخران، وبناء على إذن بتمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات الشقية تم توقيف مشتبه فيه ثان واسترجاع السيارة المستعملة في التنقل واقتناء مادة الكوكايين. بعد استكمال إجراءات التحقيق سوف يتم تقديم الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.